أغنية جميلة، ويعني دي من أيام الكفاح المسلح، وإزاي السمسمية لعبت دور كبير جدا في الدفاع عن أولادنا في منطقة القناة في الحروب المختلفة. أولادنا بعد هذه الحروب أيضا لهم مساهمات دلوقتي، وبيجيبوا النصر هدية لمصر بجوائز جميلة جدا، ليس فقط الانتصار في الحروب ولكن أيضا الانتصار في المجالات العلمية والفنية. بالفن العالم بيتقدم، بالعمارة الجميلة الناس بتقدر قيمة الجمال وتقدر تعيش حياة أكثر صحة وأكثر سعادة. بنتكلم النهارده في هذه الفقرة عن مؤسسة تميز اللي عاملة مسابقة مهمة جدا باسم الأستاذ الأكاديمي العراقي رفعت الجدرجي، والذي خصص هذه المسابقة في فرع العمارة. العمارة المصرية متميزة جدا ومغلة في القدم، عندنا 7000 سنة حضارة، بنشوف فيها المعابد وبنشوف فيها حاجات رائعة جدا، ولغاية دلوقتي المصريين مميزين في هذا المجال. مجموعة من الأساتذة الموجودين في كلية الفنون الجميلة اشتركوا في هذه المسابقة في فرع العمارة وحصدوا المركز الأول ليهم والمصر، احنا فخورين بيهم. والنهاردة معانا واحدة من أعضاء هذه الفريق، وهي الدكتورة ابتسام الجزاوي مدرس العمارة بكلية الفنون الجميلة وعضو الفريق الفائز بالمركز الأول في المسابقة الدولية للعمارة. أهلا بحضرتك دكتورة وألف مبروك. أهلا بحضرتك، ميرسي خالص، الله يبارك. طبعا فخورين بالمصريين، عندهم هذا الذوق ويعني هذه القدرة على الرسم البديع لمباني، في حين ان القبح محوطنا من كل مكان. فده شيء جميل جدا، ببارك لك عليه. بداية عرفتوا ازاي عن المسابقة دي وتقدمتوا ليها ازاي؟ احنا متابعين اكتر من مسابقة دولية على الانترنت، وبنشوف كل سنة مؤسسة تميز بتنزل جايزة للعمارة، فلقينا السنة دي جايزة المعماري رفعت الجدرجي، وهي الحقيقة جايزة مرموقة جدا، واللي خلانا نتحمس اكتر ان اول مرة ينزل الموقع في مصر، فقلنا دي هتبقى يعني فرصة جميلة قوي ان احنا ننزل، وهيبقى متاح لنا ان احنا نزور الموقع ونقدر نتكلم مع الناس ونعمل انترفيوز، فنقدر نطلع تصميم مختلف بيناسب المكان وبيناسب المصريين كمان. جميل، يعني الموقع هو كل الناس كانت مشتركه في انها تعمل هذا المشروع على النيل، سواء الفريق المصري او الفرق الاخرى. هم كانوا 177 فريق اتقدم من 42 دوله، وكل الفرق مخصص ليها ان هي تصمم التصميم بتاع الجسر المشاء في الارض جوه مصر. اولا اختيار مصر ده شيء جميل، ما عندكيش فكره ليه تم اختيار مصر لهذا الموضوع؟ هو كل سنه بيبقى في دوله هي الجائزه دوليه، بس هي مهتمه بالتحديات المحليه، فبتختار دوله يكون فيها تحدي معين، بعد ارض فضاء او جزء مثلا يكون فيه بؤر مروريه او ازدحام مروري معين، هي بتبقى فارق معاها الانسان والطبيعه والبيئه. فلقوا عندنا ان الموقع دوت هو الحقيقه اوريدي فيه ارض فضاء اللي هو مجاور للمتحف المصري، والجزء الثاني اللي هو ارض الجزيره هو اوريدي يعني مكان موجود فيه جرينري او مسطحات خضراء واشجار، وفي نسبه نصيب الانسان او الفرد من المسطح الاخضر متوافق جدا مع النسب العالميه، والجانب الاخر اللي هو المزدحم اكتر لو ميدان التحرير او المنطقه اللي حوالين المتحف المصري، فقال لي ما نسحبش المسطحات الخضراء من هنا ونوديها هنا، ويبقى فيه زي اتزان بين المنطقتين، خاصة على معلم من المعالم المهمة اللي هو نهر النيل، فهم كانوا مهتمين أكتر بأن يبقى فيه دايما معلم طبيعي يعني. جميل، طبعا يعني الجسر ده كذا فريق عمل جسور، ايه المميز في الجسر المصري اللي مصمم بعقول مصرية علشان يفوز بالجائزة الأولى؟ هو الحقيقه اللي بسطنا يعني في تعليق لجنه التحكيم، احنا الحمد لله اخذنا جائزه المركز الاول عن لجنه التحكيم وجائزه راي المجتمع المعماري، ان التصميم كان انيق جدا وما عملش اي عوائق بصريه ولا على النيل ولا على المتحف المصري ولا على برج القاهره. احنا معانا هو شكل التصميم بالظبط. اشرح لنا بقى اكتر عنه. هو احنا اللي فكرنا فيه ان احنا ازاي نربط بين المنطقتين، اللي هو الارض على الضفة الشرقية المجاورة للمتحف المصري، والأرض بتاعة حديقة المسلة سابقا اللي هي على الضفة الغربية مجاورة لبرج القاهرة. لقينا ان بالصدفة في
شارع وسيم حسن اللي هو مقابل للمتحف المصري بقى شارع مشاه، قصاده الشارع بتاع شارع الزهرية او شارع البرج هو برضو شارع مشاه. فاحنا عملنا اتصال بين الشارعين بطريقة تكون بسيطة جدا وسهلة لوصول الناس من الضفتين ويستمتعوا بنهر النيل في نفس الوقت. كانت الهدف من المسابقة ان كمان احنا نحقق مطاعم وكافيهات مناطق ترفيهية على النيل وتراعي كل طبقات المجتمع. فاحنا خلينا دايما ان المواطن المصري هو اللي ليه الاحقيه في ان هو يعدي على الممشى، هو دوت اللي بيعدي من فوق الممشى، وعندنا دورين تانيين على جوه الممشى نفسه او جوه الجسر، دول للمناطق الترفيهيه والمطاعم واللي هي بتغطي الطبقات الاخرى من المجتمع يعني. طب احنا عندنا كباري تقليديه بتصل بين ضفتي النهر، ايه المميز في الجسر النهري الجديد بتاعكم مختلف مثلا عن كوبري 6 اكتوبر او كوبري قصر النيل او غيرها من الكباري؟ مش للعربيات، هي ده اهم حاجه، مشاة فقط والاطفال والعائلات، وهو عباره عن حديقه اكتر منه جسر، يعني هو زي واحه كده معلقه على النيل، الناس تقدر تستمتع بالمسطحات الخضراء وتقدر تقعد تاكل، وتقدر حتى الناس اللي بتبيع البطاطا والترمس يقدروا يقفوا بشكل منظم والناس تستمتع بيهم جدا، مفيش اي حركه اليات او حركه سيارات على الكوبري. يعني في نباتات هتكون موجوده طبعا على الكوبري نفسه، على الكوبري غير حديقه المسله اللي بنتكلم عنها في الضفه اللي جنب الجزيره، ولا يعني بنتكلم عن حاجه ثانيه، احنا بنتكلم عن حدائق فوق الكوبري. فيها هي عباره عن حديقه، الكوبري نفسه عباره عن حديقه وبعدين حاطين عليها التايلينج او المناطق اللي الناس تقدر تمشي عليها، فهي كلها زي ارض مسطح اخضر كبير بنسميه جراوند كفر، وعليه اشجار اخترناها من البيئه المصريه، ويكون المورفولوجي بتاعها ويكون الجذور بتاعتها تقدر ما تزيدش عن 30 سنتي، بحيث ان هي تقدر تبقى ماشيه مع الاستراكشر بتاع الكوبري وما نحتاجش ان احنا نغيرها من وقت للتاني. وعلى الكوبري في يعني بدل الباعه الجائلين بقى عملت لهم اماكن طبعا هم يقدروا يمارسوا فيها كل الانشطه الحيويه للمصريين، يعني حولوا هياكل انشائيه زي كباري كتير قوي لاماكن كده فيها نبض بالحياه. فحقيقه احنا عندنا الطبيعه حمص الشام والبطاطا والذره والبلديه كله موجود للاسف اللي احنا هنحطها، لا هيبقى شيء مقنن ان احنا هنلاقي الحاجات الحلوه دي. طبعا البعد الانساني والاهتمام بالانسان المصري من الطبقات الفقيره اللي يقدر يستمتع، وكمان لانه اكيد معمول حسابنا في متنزهات شيك وغاليه وغيره للسياح المصريين اللي يقدروا يدفعوا، لكن في مصريين عاوزين يستمتعوا ببلدهم ومعهمش قدره ماليه كبيره. بالظبط، دول المستهدفين، دول الاولويه عندنا، يعني دول اللي خليناهم هم دول اللي بيعدوا على الجسر، هم دول المهمين عندنا وبيعدوا، ما فيش حتى ان هم يدفعوا فلوس او اي حاجه، هو مصر بتاعتهم. والطبقات طبعا الحاجات الترفيهيه والسياح وكده ليهم الادوار الثانيه من الجسر نفسه، هم يقدروا ينزلوا واماكن مخصصه وعاملين بقى الادوار الثانيه دي عشان ما اعرفهاش. على فكره الجسر دور واحد، فهو يعني الجسر اكتر من دور، اكتر من دور. هو الجسر هو ده التعليق بتاع المسابقه، ان هو السهل الممتنع، ان هو باين جدا، هو بسيط، بس لما بيدخلوا اكتر في السكيشن والسكشنز يعني القطاعات المعماريه لقوا ان الموضوع معقد اكتر ما احنا متخيلين يعني. فاحنا عملنا دورين بس، هم الحقيقه احنا عملنا تواصل بين الادوار الداخليه والدور الاساسي اللي هو الجسر نفسه. في كده زي 6 نودز على الكوبري نفسه، تقدر الناس تنزل من خلالها للادوار اللي تحت من اي مكان من الست اماكن دول على طول الجسر كله، يقدر ينزل دور او دورين. الجزء اللي في النص اللي هو اوسع منطقه في النيل هم دول الدورين بتوعنا، فيهم بقى كافيهات وفيهم مطاعم وفيهم بازارات للاماكن السياحيه، وطول ما هو ماشي هو مش منغلق، لا هو شايف البرج وشايف المعالم السياحيه، والانتيريور بتاع المشروع متماشي مع الاكستيريور بشكل كبير قوي يعني. ولكن هو قاعد في الدور اللي تحت ده فوقيه يعني سقف كوبري. بالظبط، بس على الجناب هو شايف نهر النيل كاملا يمينا ويسارا يعني. بالظبط كده، اللي فوق بقى اللي هو للطبقه يعني الفقيره او الغلبانه اللي زي حالاتنا احنا بقى ما عندناش لا احنا ما عندناش احنا للهوا كده يعني. احييكم على ده. احنا برضه عاوزين نحيي باقي الفريق. طبعا انت موجوده النهارده معانا، للاسف هم مش معانا وظروف كورونا ما بتسمحش تخلينا نستضيف اكتر من حد في الاستوديو، فنذكر اعضاء الفريق مين يعني.
الحقيقة احنا معانا معماريين وفنانين في نفس الوقت، يعني جمال جدا. معانا المهندس علي خالد، مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة، مهندس شريف خالد، معيد بالأكاديمية البحرية، مهندس مصطفى زكريا، مهندس استشاري في أحد الشركات الاستشارية الكبيرة، مهندسة هدى عصام، برضو مهندسة استشارية في أحد الشركات المعمارية. طب إذا مش كلكم من مكان واحد، لا لا، إزاي اتجمعتوا على نفس الفكرة؟ احنا الحقيقة شاركنا في اكتر من مسابقة معمارية سوا. الاول انا وعلي بما اننا زمايل في كلية واحدة وكنا مع بعض من زمان، بعدين علي تعرف على شريف في مشروع وجي عرفني عليه عشان مسابقة اخرى، وحسيت ان هو عنده حس فني مختلف عن الحس المعماري كمان. بعدين شريف ومصطفى تعرفوا في برنامج تدريبي للعمارة، بعدين دخلوا معنا مسابقة بعديها، بعدين تعرفوا على هدى من اسكندرية أصلا، فكانت في زيارة للقاهرة عشان تشتغل، فبقينا بقى لنا 3 سنين كده نعرف بعض ونخش أكتر من مسابقة. يعني دي مش أول مسابقة بالنسبة لي؟ لا مش أول مسابقة. دخلتوا مسابقات قبل كده لكن دي أول جايزة؟ أول جايزة نكسبها مركز أول. علشان يمكن مصر الجوائز الأخرى كانت مقامة في مصر برضو، أو التصميم لازم يكون في مصر. شايفة بقى نروح للمسرح حتى حسيت كده في دافع كبير. وبعدين خلي بالك انت يعني فنون جميله في الزمالك برضو، فقريبه من المكان، فقدره يعني تعرفي روح المكان. نعرف روح المكان حقيقي. طب دلوقتي الحكومه بتكلمنا عن ممشى اهل مصر والتطوير اللي هيحصل على نهر النيل، وبرضو في كافيهات ومتنزهات وغيره، وكمان من عين القاهره في الناحيه الثانيه في حديقه المسله. مظبوط. وده المفترض انه مشروعكم بينتهي عند هذه الحديقه. أيوة مظبوط. هل في تواصل بينكم وبين الحكومه او بين الشركه المنفذه لعين القاهره او غيره، بحيث ان احنا نعمل مشروع متكامل اكبر؟ احنا بالفعل المسابقه، احنا في المسابقه نفسها، في مشروع المسابقه احنا راعينا ممشى اهل مصر، ونزلنا حتى عملنا انترفيوز مع الناس، والمشروع بتاعنا بيتكامل مع ممشى اهل مصر. فاحنا يعني الحمد لله دي اوريدي كانت من الحاجات الاشتراطات اللي كانت مسابقه طالبه. الجزء الناحيه الثانيه ان احنا نتواصل مع المسؤولين او كده، احنا اول ما كسبنا الجائزه الحقيقه اتحمسنا جدا، اتبسطنا، لان زي المشروع المسابقه بيبقى فيه متطلبات معينة عشان يبقى يتحول ان هو يبقى من مشروع تصميمي لمشروع تنفيذي ونقابل بيه جهة تنفيذية. كملنا شغل يعني حتى لحد دلوقتي بنشتغل بحيث ان احنا نبقى الملف بتاعنا كامل بكل الرسومات بكل الاشتراطات. احد الصحفيين لما الموضوع انتشر في التلفزيون والصحافه وكده، تواصلنا مع الاستاذ هشام سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، هو قال لنا ان المفروض ان احنا نتواصل مع محافظه القاهره ان هي معنيه بالارض، وان شاء الله يبقى في لقاء معاه عشان يبص على المشروع يقول لنا رايه فيه، يعني رايه من وجهه نظر يعني هو مواطن مصري وشايف حاجه الناس مبسوطه منها. يعني نتمنى والله ان المشروع ده يشوف النور لانه بيرضي جميع الطموحات يعني بالفعل. وفي فعلا زي ما حضرتك ذكرتي وزي ما يمكن اختاروا هم احسنوا الاختيار. نحن بنتكلم عن نهر النيل، بنتكلم كمان عن المتحف المصري والبرج القاهره، الربط بين الحضاره القديمه والمنجزات الحديثه بالظبط للدوله المصريه عن طريق نهر النيل اللي هو شريان الحياه، فهي فيها معاني فلسفيه كمان الى جانب المعاني الفنيه. طب يعني بتستهدفوا ايه في المرحله اللي جايه؟ اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا ان شاء الله نعرضه على الجهاز التنفيذي وان هم يقتنعوا بالمشروع، ونبتدي نشوف ازاي نعمل له رسومات تنفيذيه ورسومات معماريه بحيث ان هو يبقى نقدر نعمل حاجة مختلفة للإنسان وللطبيعة نفسها، إن يبقى في إيد القاهرة ترجع فيها مسطحات خضراء تانية، وتطلع فكرة حتى بعد الكورونا الناس ابتدت تبقى عايزة تخرج للأوتدور، تبقى عايزة تقعد وسط خضار أكتر. فيعني ده فارق أصلا مع حياة الإنسان، هي مليانة بالضغوط والسرعة بطبيعة الحال كل الناس يعني. فأكيد كلنا لما بنيجي نحس ان احنا مخنوقين شويه، طب نخرج للهواء هواء حتى من عند ربنا ببلاش كده على نهر النيل وفي وسط الخضره، فيا رب يا رب ان شاء الله نقدر نعمل حاجه يعني. طيب قيمه الجائزه دي على المستوى الدولي كلمينا عنها، لانه احنا للاسف يعني مش سامعين عنها لاننا مش متخصصين. اكيد المتخصصين في مجال العماره عندهم فكره جيده عنها، لكن احنا كجمهور عام كلمينا اكتر عن قيمه هذه الجائزه وما يعني قيمتها على المستوى الدولي وعلى المستوى يعني الاقليم، بما ان هي يعني ممنوحه من استاذ عراقي.
ايوه ايوه هي الحقيقه الجائزه هي على اسم المعماري العراقي تكريما ليه، لان هو كان ليه انجازات في منطقه الشرق الاوسط. فهي الجوائز بتاعت مؤسسه تميز معنيه بالمنطقه دي، لان هي اكتر المناطق اللي احنا حتى محتاجين ان هي يبقى حصل فيها تطوير وكده. وكان الاستفاده ان هي جائزه دوليه مرموقه، يعني هي الاول بيحصل فيها زي منافسه اولانيه وبيحصل تصفيه وبعدين منافسة تانية. في التصفية الأولانية نزل 20 فريق من 177، إحنا فوجئنا، يعني فرق من كولومبيا، فرق من الصين، هونغ كونغ، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا. فإحنا إيه ده، كل دول بيشتغلوا في مشروع في مصر؟ فاتبسطنا جدا، يعني حسينا إن إحنا المنافسين حتى من كل دول العالم، دول حتى كمان أول مرة يعني نبقى متخيلين إن هم هيخشوا مسابقة في مصر. زائد إن البريف الحقيقة بتاع المسابقة ده اللي فرحنا اكتر، ان هو كاتب كل حاجه الاول، معرف الدوله معرفه حلوه قوي، فكل دول عرفوا يعني ايه مصر وازاي الاسر الحاكمه حتى وفين المعالم بتاعتنا. وبعد كده دخل على القاهره وعرفهم بالقاهره، وبعدين الجسور بتاعه النيل كلها، كل انفورميشن عن كل جسر نفسه. فحسيت ان احنا يعني كل بلاد العالم عرفتنا وعرفت المعمار بتاعنا. وحتى كانوا كاتبين ان الفراعنه هم كان في تكامل بين الفن والمعمار والثقافه وروح المكان. فده ادانا حماس كبير قوي ان هي جائزه يعني دوليه مرموقه، يعني الحمد لله. احنا فخورين بيكي جدا، وفخورين بكل اسره يعني العمل على هذا المنجز. والجميل دايما انه في النهايه شخصيه مصر لازم تبان في المعمار، ويمكن عشان كده يعني مشروعكم هو اللي فاز، لان انتم مصريين وعندكم هذه الروح المصريه. احنا مش محتاجين نقلد اماكن اخرى ولا نقلد العماره في بلاد اخرى ممكن تبدو متقدمه لكنها تبدو مصنوعه ايضا، لكن احنا يعني عمارتنا فيها روحنا. أيوة. العماره القديمه في وسط البلد، الجسر القديم زي قصر النيل، كل هذه الاشياء هي روح مصريه. عشان كده عايزين هذه الروح تبان في كل معالمنا المعماريه القادمه. بشكر وجود حضرتك، شكرا جزيلا، وبهنيكي مره ثانيه دكتوره ابتسام الجزاوي، المدرس المساعد بكليه الفنون الجميله وعضو الفريق الفائز بالمركز الاول في المسابقه الدوليه للعماره. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك، ميرسي خالص. شكرا لكم ومشاهدينا، بكده بنكون وصلنا لختام حلقه اليوم. يا رب دايما مصر جميله بفنها ومعمارها وثقافتها وشخصيتها، لابد انها تفرض على كل ما هو في مصر لتصبح مصر اكثر جمالا. غدا نلتقي وحلقه جديده ومجموعه اخرى.